خلاني مرحب فيك بدبي، دائما بتنورنا بإطلالاتك الحلوة. شكرا لك علي، شكرا لموقعكم، انا دائما بتابعكم امارات نيوز، طبعا بتابعكم وبتشكركم على كل شيء هيك دائما مواكبيني فيه. ودبي بالنسبة لنا هي محطة رئيسية دائما، وبدي احيي اللي قايمين بهالايفنت اليوم، شغلة كتير حلوة، يعني هالطريقة الشبابية اللي بتعطي الفرصة للناس يقدروا يشوفوا الفنان اللي بيحبوه، والحلو انه من كل الجنسيات العربية، يعني ملتقى حلو. بدي احيي حتى اصحاب المول ابن بطوطة على هالفكرة، وطبعا المنظمين يعطيهم الف عافية. هل بتكون انت تحضيراتك هون بدبي لانه مختلفين بالجنسيات بتكون غير؟ لا هلا هلا الاغاني المحضرين مختلفين، يعني في مودرن، في كلاسيك، في شعبي الدبكه، يعني رح نجرب قد ما فينا هيك ننوع لحتى الكل اللي موجودين ينبسطوا. زمن السوشيال ميديا صنع نجوم، بما انه انتم تعبتوا على حالكم كثير، هلا الفنان كيف بيتقيم من خلال السوشيال ميديا؟ والله طبعا الفنان حتى نحن واكبنا، لانه اليوم الفنان اذا ما بيواكب العصر بينتهي، وهذا دليل انه في كثير فنانين طلعوا يعني بالتسعينات وبالثمانينات وبالايام الالفين ما استمروا لغاية اليوم، ولكن الفنان أنا برأيي لازم يكون up to date دايما، ولازم يواكب العصر ويواكب الجيل الجديد كمان، ويجرب يحبب المستمع الجديد والجيل الجديد بالموسيقى اللي نحن قدمناها وعم نقدمها، اللي هي فيها معنى، فيها مضمون، فيها كلمة، فيها لحن، مش بس هو مجرد انه عم نقدم موسيقى عم تتلاشى وعم تنتسم مع مرور الوقت. فأنا برأيي أنه الفنان الحقيقي ما في شيء بيلغيه. طيب هل ممكن بنتك ماريتا تغني شيء غنية من أغانيك الجبلية وهيك؟ ماريتا منه ستيلة الجبلي، احتمال تغني شيء من الأغنيات اللي أنا بغنيها، يعني اللي هي المودرن أو الكلاسيك إذا بدك. كل التوفيق. شكرا لك علي، يعطيك العافية.